السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا دروس تاني تحانها هايد احكام التجويد كساب سنايد ما انت واحد نقاضرنا احكام النون الساكنة قسمي كمدة درسي جيورا واحد نقصو قاضرنا مقدمة اما هردع كساب سن احكام النون الساكنة افرق يبوت بيهايل نون تسكونسن هي تنوين تا افرق يبوت بيهايل احكام تيدو اظهار هي اخفاء هي اغلاق هي ادغام افرتا سيهاي اظهار كي يقول ري اي نقاضنا نا هي امثلة ديسي تصالياشي سي مركا اظهار كان نوعا نوحا لنا الاظهار الحلقي اظهار الحلقي ايا لنا هذا سببت اللوغو بحيي هي تعريف كيسا هي حروف تيسا اي نشيق النمر كوري انت انان امثلة دي يتصالها قلين تعريف كيس اظهار الحلقي حداد مغشد وحويان اظهار كل حرف من مخرجه ان حرف كستبا لغسو صارو بوسيشن كي ولا لغسو صارو من مخرجه من غير غنة يضان صوت سنقرار كسو دقيا ان لصارين وان لراعين في الحرف المظهري حرف كلا يظهرين ايو صوت كلا قدر ما يسن قرارك كصوب حيا صوت كاس ايا قلنا اللي هذا قلنا هلقو مدر ايو سمي وحا اللقو مقعب الظهر الحلقي لان حروفه مخرجها هو الحلق حروف الاظهار ك مخرج كيدو يماشا وكصوبها وحلقي يمونت دونت ويه حروفتي سلح بها يعني الدرسي قرر نكسو قادرني همسة يها يعين يغين ما عين يحاء يغين انت صحيح همس ها عين حاء غين خاء نحلى صحيح وهذه الحروف حروف تنوعا مجموعة في أوائل هذه الكلمات كلمات كان أيها لغو جمعية أول كود أخي هاك علما حازه غير خاسر حروف تاس هذا الكاير أخي أعدي باكو جرتا هاك هادي باكو جرتا علما عينك باكو جرتا حازه حادي باكو جرتا غير غينك باكو جرتا خاسر خادي باكو جرتا أخي هاك علما حازه غير خاسر أما همس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء انت سويا حروفتين ويكون روح النقضاء إظهار كحلق قاهي ويكون الإظهار في كلمة أو في كلمتين سيدين أرك الدورنا نونتي سكون سنيد إيا التوينتي نونتي سكون سنيد إيا مثال كذي همسة أما عين كما كواس أها في كلمتين كتيرة أما في كلمة كتيرة بلاينا تصالي عشان نوتان بعد قد بين سواق عدنا ما أنت سبب طاعة لحبة هايانا صدح بين سواق عدنا همسة ده إيا هذا إيا عينك سبب طاعة سواق سبينا نانا سوالي ده حكومة مالا عشر إيا عد بوالا يا ريستا عد انتا اللي قداد هم قريق القلزين دي وحاويا نحضو كبختي إيا أدي آد عشر كفر بدي سيدنا فهم كيبا يرانا يا مركا انت نير اكوبان ايغا اتكاد اون يميثال ديدا همسا داين اتصالة سوق عدن قرآن كريم كاه نون سكونسا ايه همسا دي او في كلمة كتشبتا وينأونا في قوله عز وجل الى هاي ويري وهم ينهون عنه وينأونا في سورة الانعام عيدا لح يلا باعتناب ويان طلبا اسكن انت في قوله تعالى هذا الكإلهي اسكن انت وزوجك الجنة في سورة البقرة آيات شنية صدرات نوس كونسا هي همسة في كلمتين كوكالتشرة ويان
marka uskun nunta wala idhaarinaya sababtoo ah hamsa ka daba dhacay sida taaba loo idhaariyay sababtoo ah hamsa ka daba dhacay fi kalimatin fi kalimatin adabun alim wa tan tawintina way waxaan baranay ahkam nun saakina wa tawin gaar ahaan idhaar al halqiga ayaan baranayna adabun tawin tawan idhaari alim fi surati al baqara ayata tobnaad taasuna waa taa haada u kaale saddexdaba tusaale waxay ahaayeen hamsada fii kalimatin fii kalimatayni iyo tawiinti oo iyana laba kelmadood ku kala jirta haada u kaale miihaalkeeda canhaa nuun sukuunsan oo ha ay ka daba dhacday nuuntaa waa la idhaarinaya waa la muujinayaa canhaa la odhan maayo oo qunaha halkaa ka soo baxay lagu qarin maayo laakiin nuuntaa la muujinaya canhaa sababtuna waa maxay haa baa ka daba dhacday oo xuruuf alxalqi ah tusaalahaasuna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi fa azallahuma ashayaanu canhaa fii suurati albaqara aayadda soddon iyo lixaad fa azallahuma ashayaanu canhaa can taas weyaan marka waa ka وإنهم يقول لما كلمات كل كلمة تصوح هل كلمات بيكون ذا كلام نونتي إيه هذه هذا ما نونتي إيه هذه أو لما كلمات كل كلمة نونت والله يظهرنا يا والله موجنا يا والله موجنا يا عدهان صوتها على كتب على الحروف الحلقة وإنهم تصنع حويان إلى سبحانه وتعالى القرآن كسر حكوري ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية وإنهم إلا يظنون وإنهم إن يهم وهي في سورة البقرة أي قطع الله آيات الصدنية السديدات آيات تطبعتني السديدات بل كده وهي جروف هار تنوع حويا تنويل لبا كسرتين وها إكدبت أعضي كسرتين كانوا على موتين إياه asalka tanwiintuna waa nuunun saakinatun talxaqu aakhira alismi lafdan laa khatan markeeda horeyba tanwiintanu tahay nuun reeban oo kelmadda ismiga aakhirkeeda raacda cod ahaan bay u raacdaa dhigaal ahaan nuuntii uma muuqato dhigaal ahaan nuuntii tanwiintana laga dhigay ama fatxatayn ama kasratayn ama tumateyn maxamadun nuun baa ka dhadhamaya jurufin nuun baa ka dhadhamas nuuntaas ka dhadhamasa waa maxay dhigaalkeedi baa sidan noqday uun asalkeeda marka jurufi nhaar waa fii suurati tawba aayadda 109 afaman assasa bunyaanahu calaa taqwaa min allaahi waridwaan waridwaanin khayrun amman assasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haar fanhaara bihi fii naari jahannam marka afaman assasa bunyaanahu على شفا فمن أسس بنيانه على شفا جرف هار ركا جرف والتوين بعدها قيبتا كلو كالي عينك تصاريس في كلمة نونت سكون سنيد إي عينك أو في كلمة كودة جرا توا قرانا سان صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت كلمة داويين عليهم تبس كده أنعمت نون سكونسا بعدها عين نون تا والله يظهر لي وآية التضباط في سورة الفاتحة قال تنك علي من عند الله أوكل في سورة البقرة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوحي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله من عند الله من نون كاوني كابوتشي ويعين باك دمي من عند الله تانو قد دمي سنو كالي ايو تصاليه ان عينك وقد دمي سوا تنوينتي او عينك دمان عين تنوينتي ما انت دمتين بي نغط مركا ورانا كسرتين بي نغط حضي دونتنا فتحتين بي نغط عليما اوكالي
سميعا سميعا عليما يا سميع عليم يا سميع عليم وكذا مركا بلادك سواء عليهم في سورة البقرة آد إله سبحانه آد الحاد إله سبحانه وتعالى وحليه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مركا درس جينو ما أنت أنت أيونو كتشوغي يا سيدان دي شيغي عشر يا عدب والا يا رستا أنت أنك صوت كادا تصاليال كلام القرآن كدونتا كسوع العليا الله يدين بركي أنك يدين كبا القرآن الكريم كان مؤسسة ويدكتا كسوع دوال القرآن الكريم كا يدو الطريق وناكسن الصحة الله يدين كل جيو وأتكوه لسان قفل بقوري كيسا يحفيز كيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.